بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 171، قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربنا تبارك وتعالى على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وكماله، وهو معنا يرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا. فعلينا أن نتقي الله. اللهم اهدنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم جل جلاله. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جل جلاله وعز شأنه. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهو على نوعين. النوع الأول: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه جل جلاله، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، السماوات والأرضون، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي يصعد. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيجب علينا أن نتقي الله، فلا نفعل إلا ما أذن لنا، ولا نقول إلا ما أذن لنا، ونتقي الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. فلا تتكلم إلا بعد التفكر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم اهدنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله تعالى: ما يكون من نجوى، أي من مشاورات، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته
بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، يعني الذين يتكلمون سرا فيما بينهم، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير، ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة. النوع الثاني المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. هذه المعية الخاصة لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار عند الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك انزعج أي فزع، وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل عنهما هنا، لا تحزن إن الله معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وحفظه جل جلاله. قال المعلق رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وأما قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام عليه، وأنه خطاب لموسى وهارون عليهما السلام، أي أن لا يخاف بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون فقال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلاً أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. فعلينا أن نخشع بين يدي الله جل جلاله وعز شانه. وكذلك يخبر عز وجل عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره، أي يجاهدون أنفسهم ويتركون المعاصي ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبراً على طاعة الله وصبراً عن معصيته وصبراً على قضائه. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وصبر عن المعصية تجاهد نفسك وتترك المعاصي، وصبر على قضاء الله إذا أصابك بلاء تصبر على قضاء الله عز وجل. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الله أكبر. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. الله عز وجل متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء جل جلاله. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة. هؤلاء المعتزلة لم يثبتوا صفة الكلام، بل قالوا خالق للكلام، وهذا قول باطل، أنكروا كلام الله. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. هؤلاء قالوا أن الكلام لازم تكلم ولا يتكلم بعد ذلك، وهذا قول باطل، وأنه ليس بحرف ولا صوت، هذا قول باطل، هذا قول الكلابية والأشعرية. قال المعلق: الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب من الضالين، وهم يزعمون أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره، أعوذ بالله، ويقولون إن أسماء الله هي صفاته، ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال. هؤلاء مبتدعون ضالون، أعاذنا الله من الضلال. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، وهو سبحانه لا يتكلم بها شيئاً بعد شيء، وهم بعض الغلاة، وهذا أيضاً قول باطل. ومنهم من جعله حادثاً قائماً بذاته تعالى ومتعلقاً بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداءً في ذاته، وأن الله لم يكن متكلماً في الأزل، وهذا أيضاً كلام باطل، وهم الكرامية. قال المعلق: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 هجرية، وهم مشبهة، يشبهون الخالق بالمخلوق تعالى الله، مجسمة مرجئة، ينقسمون إلى 12 فرقة، نعوذ بالله من الضلال. فيجب أن نحذر هذه الأقوال الباطلة، ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء جل جلاله، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقاً منفصلاً عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابعٌ لمشيئته وقدرته، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء
جل جلاله، والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء عليهم السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. قال المعلق: فيه نظر من وجهين، الأول جمع الصوت، فالجمع ما ورد، فإن ظاهره أن الله أن لله أصوات متنوعة، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفي، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت بلفظ المفرد ولم يرد أصوات. بلفظ الجمع، فإن أراد بالجمع الآحاد أي أنه جمع باعتبار آحاده، أو أراد به اختلاف صفاته، فتارة يكون منادات وتارة مناجات، كما في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا صحيح. الثاني قوله: إن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، فإننا نعلم أن كلام الله هو الحروف والمعاني، هذا مذهب أهل السنة، ومن المعلوم أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب منها لغتهم وكلامهم، ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف التي يتكلم الناس بها، فإن هذا هو المعقول من قولنا إن كلام الله هو الحروف والمعاني، وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلاً عن حروف أخرى لا نعلمها، فتخرج بذلك أن يكون كلام الله، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. قاله ابن عثيمين رحمه الله. فالله تبارك وتعالى متصف بالكلام، تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء جل جلاله، والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء عليهم السلام بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوق، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفه. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا فيه نظر، فالقرآن كلام الله جل جلاله، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثاً وقولاً من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك، سبحان الله العظيم. وأما قوله: وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فالله تبارك وتعالى
بيّن أن عيسى عليه السلام بريء من هذا، بل هو عبد الله ورسوله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء الذين كذبوا عليه عليه السلام. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، فالمراد صدقاً في أخباره وعدلاً في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله أي رحماته، ونعمة الله أي نعمه. وأما قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، هذا رد عليهم، فيقال لهم كيف سمع موسى عليه السلام هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى عليه السلام في ذلك. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى عليه السلام إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى عليه السلام للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء عليهما السلام وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة وهي الأكل من الشجرة، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. فيجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، ونحذر أقوال المبتدعين. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، الله أكبر. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل أنزله روح القدس، روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى جل وعلا، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أي الكعبة أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، يقولون كلام الله مخلوق، وهذا قول باطل. كلام الله صفة من صفات جل وعلا. ودلت هذه الآيات أيضاً على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. قال المعلق: المعروف عن الأشاعرة أنهم يقولون إنه عبارة، يقولون القرآن عبارة، وأن الذين يقولون إنه حكاية هم الكلابية، وكل ذلك باطل. القرآن كلام الله، قاله ابن عثيمين رحمه الله. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاماً لغيره، لا لجبريل عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضاً بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلاً الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي الملائكة عليهم السلام. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة عليهم السلام. ويراد به هنا أن يكون علماً على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله
قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وقد نفاها المعتزلة بناءً على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرطٌ في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. المعتزلة ينكرون رؤية الله، وقد ضلوا نعوذ بالله، واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقوله تعالى لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستدلالهم بهذا غير صحيح. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤيا، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤيا، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤيا بالبصيرة أي بالقلب لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، وكل هذا تأويل. فالمؤمنون يرون الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها إلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، إلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. المعتزلة يؤولون ناظرة يقولون يعني منتظرة، وإلى يعني نعمة، هذا كله تأويل باطل. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم العظيم. ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وأحاديث الرؤيا متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق أي منافق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية،
كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الأمر الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ثالثاً أن الله تجلى للجبل، أي ظهر للجبل بالفعل، وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصيائه. وأما قولهم إن لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلاً وهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت أبدا. ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أهل النار ينادون مالك الملك الموكل بالنار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليميتنا، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولاً هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف رحمهم الله على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. نؤمن باسمه القدير، ونؤمن بكمال قدرته، ونؤمن بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، أي على هذا التوضيح. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني